هذه اليد هي أول يد بتم تصنيعها في الوطن الفلسطيني، هي كانت احتياج ومتطلب للمواطنين في فلسطين، ودائما كانوا يضطروا انهم يسافروا لدول برا ويضطروا انهم يدفعوا تكاليف اعلى سواء للفحص او سواء للتصنيع وكمان للمتابعه. هاي الاطراف صعب جدا متابعتها وتصنيعها في دول برا وانه نجيبها جاهزه لهنا، فاصبح انه توفير مصنع لصناعة هذه الأطراف الصناعية بهذه التكنولوجيا المتوفرة موجودة في هذا المصنع هي تكنولوجيا جديدة وذات أهمية عالية للوطن، وخاصة في الظروف اللي احنا بنعيشها والظروف الاقتصادية والسياسية، هذا المصنع بيوفر تسهيل لهاي العقبات وبوفر كمان التكنولوجيا اللي لازمة. يعني مثلا هذه اليد هي كمان بتسهل حياة المواطن، يعني احنا مر علينا حالات سابقة من احتياجات للأطراف الصناعية وكانت خلينا نحكي أطراف تقليدية، احنا هنا وفرنا لهم أطراف مختلفة، أطراف زي هذه اليد الإلكترونية اللي اطلقنا عليها يد الاسم الاو هاند، هي متصلة بالشرايين بتستقبل إشعارات من الشرايين وبتتحرك بجميع الحركات، بتعوض المواطن عن خلينا نحكي النقص اللي هو كان موجود عنده، وطبعا الإمكانيات المتوفرة عنا بتخلي المواطن ياخذ اليد بتفصيل خاص فيه، يعني كل مواطن بتم تصنيع الطرف الاحتياج الخاص فيه حسب حاجته حسب طبيعة البتر الموجود عنده. وحاليا هذه انطلاقة أولى باليد الإلكترونية، ونسعى دائما كمان لنطور من مهارات المصنع لتوفير كمان الأطراف السفلية زي القدم تكون متحركة، تكون في قدم رياضية اللي المواطن ما يحس في عنده نقص من البتر اللي بصير عنده لأسباب مر فيها صعبة. وهذا المصنع طبعا اللي احنا وفرناه هو مصنع ضخم جدا مزود بكامل الأجهزة والاحتياجات من كاد كام لتصنيع الطرف بطريقة 3D، وكمان الأفران كمان الاحتياجات للتصنيع وأخذ المقاسات والسكانرز، وهاي الأجهزة كلها طبعا بتصنيع من مصنع أوتوبوك اللي هو الألماني اللي هو بيشتهر في هذا المجال وهو رائد في هذا المجال، فإحنا كنا معنيين جدا نوفر أحسن الأجهزة للوطن الفلسطيني لنسهل حياة المواطن الفلسطيني. الجامعة العربية الأمريكية دائما بتحب تكون قائدة في مجالات التكنولوجيا ومجالات التصنيع ومجالات الطبية، فمثلا هلا حاليا احنا مركزين على موضوع التحول الرقمي وموضوع الواقع الافتراضي وعلم البيانات اللي هي أصلا بلشت تدخل في مجال حياتنا بشكل دائم، زي مثلا التسويق الرقمي، أصبح هناك تسويق رقمي، أصبح هناك تمريض نضع الممرضين في غرفة افتراضية يستطيعوا أنهم يواكبوا ويتواصلوا مع المرضى على الواقع الافتراضي ويمارسوا حياتهم في خلال علم البيانات على أساس أنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل دائما وينتجوا إشي جديد. الوطن عندنا هنا بحاجة لناس بأفكار جديدة، يكونوا رياديين، يكونوا ذات أفكار مستحدثة جدا، لأنه الإمكانيات والحدود مغلقة أمامنا، فإحنا يعني بنسعى دائما لنوفر الإمكانيات هذه في الوطن الفلسطيني. احنا بندعو جميع الطلبة انهم دائما يفكروا في المستقبل، يطلعوا على المستقبل من هون لخمس سنين، هم اصلا حيبلشوا عملهم او اربع سنين، فهم يطلعوا وين العالم رايح بعد اربع سنين وهون يبلشوا يختاروا التخصص اللي بيحتاجوه.
فالأفضل إنهم يطلعوا على التخصصات اللي هي الجديدة اللي بتساعدهم لا لما يتخرجوا ما يطلعوا على التخصصات التقليدية، لأنه العالم بتغير بشكل متسارع. إحنا لازم نضلنا مواكبين هذا التسارع، مواكبين هذا التحرك من ناحية الأمور الطبية، من ناحية الأمور الصناعية والأمور التكنولوجية. لازم إحنا نضلنا مواكبين هذا التطور والتقدم.